وكل منا كتب عليه الموت وهو لا بد لاقيه، وهذه الحقيقة الثابتة الراسخة التي هي أرسخ من الجبال الصم يتيقنها الإنسان في قلبه، ومع ذلك فهي عنده كالخيال كالوهم، كأنه لا حقيقة لها وكأنها لن تمسه من قريب ولا بعيد. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لم أر حقاً لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، لم أر حقاً لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، فكلنا على يقين من أنه سيموت، ولكن من عمله عمل من سيموت؟ من دار في خلده الإجابة عن هذا السؤال: ماذا يقال عني بعد الموت؟ ما الذي سيقال عنك بعد أن تموت؟ هل يلعن الأبعد أم يترحم عليه؟ هل يثنى عليه بخير أم يثنى عليه بشر؟ والأحياء من المؤمنين جعل الله تبارك وتعالى لهم شهادة على هذا الأمر الكبير.